السلام الملكي. حمداً لك اللهم حمداً طيباً، حمداً لك اللهم حمداً طيباً. ثم الصلاة على النبي المجتبى، نعم هنا تترى وخير وافر وبشائر وفضائل في ذي الربا، كالغيث هاطلة تعم بنفعها أرجاء مملكة الفضيلة والإبا، في دار عز تحت ظل قيادة تبني المعالي تصنع الشم الأبا. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، الطلبة المبدعون والمبدعات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحباً مرحباً يا مرحباً بكم، يا مرحباً ذات تبذير وإسراف، وإن تكن مرحباً إكثارها سرف فليس إكثارها فيكم بإسراف. حياكم الله وبياكم وأبقاكم عوامل رفع لهذا الوطن وأحياكم، وحيا الحيا منكم وجوهاً إذا انجلت تعيد ضياء الصبح والليل عاكر وجوهاً تجلت في سماوات رفعة كواكبها أخلاقكم والمآثر. حياكم الله في حفل إبداع للعلوم والهندسة لعام 2024 والذي تنظمه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، موهبة بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التعليم الذي يستهدف مبدعي ومبدعات هذا الوطن المعطاء. أيها الحفل الكريم، خير بداية لكل بداية القرآن الكريم، يشنف بها أسماعنا الطالب فيصل ابن بدر حلواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. لكل نجاح مسيرة حافلة بالإنجازات، والعمل المتواصل والجهود المبذولة يبدأ بالتخطيط ثم بالتنفيذ الذي ينتابه بعض العقبات التي تواجه بكل اقتدار.
ليستمر العمل بعدها حتى قطف الثمار. نشاهد سوية فيلم إبداع لعام 2024. أكثر من 210,000 طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة تسابقوا للتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2024 في نسخته 14 كأكبر رقم تاريخي للتسجيل في تاريخ المسابقة منذ إطلاقها، وتنافسوا بكل طموح ومثابرة على مدار 8 أشهر ليصلوا إلى هذه المرحلة الحاسمة. رحلة لم تكن سهلة، قادها الشغف ودعمها البحث وصقلها التدريب. قبل 14 عام انطلق الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع بشراكة استراتيجية ناجحة بين كل من وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجال للموهبة والإبداع موهبة، وها نحن نرى أثر هذه الشراكة، إذ تجاوز عدد المسجلين لهذا العام 210,000 طالب وطالبة، كما حقق طلاب المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في معرض آيسف 2023 27 جائزة دولية. وقد امتد أثر هذه الشراكة ليشمل الجامعات والمراكز البحثية التي أدى فيها الطلاب المشاريعهم العلمية، كما شمل أيضا الجهات الراعية التي قدمت الجوائز الخاصة، وكذلك الجهات الإعلامية التي تغطي فرحة الطلاب وإنجازاتهم كل عام. وبإذن الله يحقق طلاب المنتخب السعودي للعلوم والهندسة عدد أكبر من الجوائز في آيسف 2024. الطلبة مروا بأربع مراحل مختلفة من التحكيم منذ بداية العام حتى وصلوا إلى 180 طالب يقفون اليوم بكل فخر كجبال طويق الشامخة، يرون رحلة كفاح وقصة نجاح، ويتنافسون لرفع راية الوطن فوق هذه المنصة وحملها معهم إلى المنافسة الدولية لتمثل الوطن في آيسف 2024. احنا كطلبة متأهلين إلى إبداع 2024 طموحنا هي مو بس فوزنا في إبداع، بل تمثيل المملكة في المحافل الدولية مثل آيسف وآيتكس وتايسف في الأولمبياد الجديد. وصولنا لهذه المرحلة ما كانت بالساهل، كانت تتضمن كتابة ومعامل وإنتاج بوسترات، لكن الحمد لله قدرنا نجتاز جميع التصفيات التي كانت تتضمن 200,000 طالب وطالبة، وبإذن الله نقدر نمثل الوطن خير تمثيل في المحافل الدولية. سعت وزارة التعليم إلى إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقل الباحث العلمي وتهيئته للمنافسة والدخول في المنظومة العالمية المعرفية القائمة على الابتكار والبحث العلمي لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة. كما أن هذا الأولمبياد فرصة مناسبة لإبراز دور المملكة الحضاري والعلمي من خلال المشاركة في المحافل الدولية. إبداع سعودي يتجدد عاماً بعد عام من أجل جودة حياة في وطن يطمح للعلياء ومستقبل يحاكي الرؤى والتطلعات. وليبقى الإبداع رؤية وطن. حين نروم المجد فإننا نسعى له دون تواني، ونجتاز من أجله كل الصعاب، مستمدين قوتنا من توجيه قادتنا لنصل إلى المستحيل ونحقق بالإبداع رؤية وطن. للمجد نسمو نرتقي بعطائنا، نجني من السعي الحثيث ثمارا. نحن السعوديين، نحن السعوديين حين نروم ما نصبو إليه نصافح الأخطار.
عندما يكون الإبداع رؤية ورسالة، وتكون بذرة الإبداع برعاية وزارة التعليم وموهبة أساساً لكل إنجاز وغاية، وليكون وطننا وطن المبدعين. وطن يصنع عقولاً مبدعة بدعم ولاة الأمر والقيادة الرشيدة، لتتسابق من أجل مستقبل واعد وحالم. مواهب تحاكي رؤية طموحة وملهمة خلف عراب الإبداع وقائد المسيرة، لتسهم في تحقيق الرخاء والنماء، لنكون في القمة في سباق مع الزمن. ولتكون بلادنا وجهة عالمية للمبدعين والموهوبين، وجهة حضارية ومثالية للباحثين عن التميز بكل صوره وآفاقه، ومقصدا للحالمين بجودة الحياة. لكل قصة بداية ونهاية إلا الإبداع السعودي، قصة يكتبها مبدعون بأثر لا ينتهي. ولتكون الموهبة والإبداع في أيد أمينة ترعى مواهبهم وإبداعاتهم من خلال العديد من المسابقات والفعاليات والمشاركات، ليكونوا بناة لمستقبل تفخر به الأجيال القادمة. ولتستمر قصة الإبداع رؤية وطن. جهات راعية ساهمت في الإنجاز بشراكات استراتيجية مع موهبة، إيماناً منها بالتكامل المثمر والتعاون الفعال، ودعماً لمبدعي ومبدعات هذا الوطن، وتقديراً لجهودهم وحثهم على مزيد من التميز والنجاح. نبدأ برعاة المعرض. الهيئة الملكية لمحافظة العلا، يتقدم رئيس قطاع الخدمات المشتركة الأستاذ عبد الرحمن بن صنيان. شركة أكوا باور، يتقدم نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ رعد السعدي. تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، تتقدم الأستاذة مشاعل العساف مدير عام إدارة ريادة الأعمال وتطوير رأس المال البشري.
كما قدمت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار دعماً لمشاريع الطلبة والمساهمة بالنمو المعرفي للطلاب المشاركين في المعامل والمختبرات الوطنية في مختلف مناطق المملكة، يمثلهم الدكتور محمد العتيبي. مقدمو الجوائز الخاصة: شركة أرامكو السعودية، يمثلها نائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية الأستاذ فيصل الحجي. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، يمثلها الدكتور منير الدسوقي. شركة إكسون موبيل، يمثلها المستشار الأستاذ سامي الخميس. مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، تقدم الدكتور علي العضيب كبير علماء الأبحاث والمشرف على مكتب التدريب والتعليم. الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، يتقدم الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أوس الشمسان. منتدى شركات الاتصالات، يمثله الرئيس التنفيذي المكلف الدكتور عادل المسيطير. الوكالة الدولية للطاقة الذرية، IDB Islets، يمثلها الدكتور صبري شحاتة المدير الأقليمي لمصر والسعودية. جامعة الملك سعود، يمثلها معالي الأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر. نستأذن سموكم الكريم في هذه الأثناء لالتقاط صورة مع الرعاة. شكراً وامتناناً وتقديراً لراعي حفلنا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، تهدي موهبة درعاً بهذه المناسبة.
كل الشكر والتقدير لجميع الرعاة لهذا المعرض. أستأذن سموكم الكريم قبل إعلان أسماء الفائزين والفائزات بالجوائز الكبرى في هذه اللحظات أن نحيي المحكمين في هذا الأولمبياد، وأستأذن المحكمين بالتكرم بالوقوف لنحييهم على ما بذلوا من جهود، فقد واصلوا الليل بالنهار في تحكيم 180 مشروعاً، فلهم منا جزيل الشكر ومن الله وافر الأجر. يحق لمبدعين أن يتغنوا بقولهم: لمعنا كالنجوم صقور عز، نعانق في العلو ذرى السماء، نجوب الأرض في صبب وشوق، بلا كلل نسير بلا عناء، نسطر مجدنا في كل أرض بعزم واجتهاد وارتقاء. كان من المقرر في هذا أو في هذا العام أن يكون عدد الجوائز الكبرى لهذا العام 40 جائزة، ولأن مستوى المنافسة كان فيه عالياً تم رفع عدد الجوائز إلى 45 جائزة. والآن مع اللحظة المرتقبة التي ينتظرها الجميع، ولا شك أن الإنسان في هذه اللحظات ينتابه خوف وترقب، أنا أقول لا مانع من الترقب، ولكن لا تخافوا فالسعودي لا يخاف. نبدأ بالفائزين بالمركز السادس. الطالبة لينا سطام المطيري. من إدارة تعليم الرياض. والمركز السادس أيضاً ذهب للطالبة لانا خالد الفهيد. من إدارة تعليم الرياض. ولازلنا في المركز السادس حيث ذهب للطالبة سما بدر الجهني. فاز بالمركز السادس الطالبة ريتاج عثمان رحمة الله. وفاز بالمركز السادس أيضا الطالبة لميس عبد المحسن القاضي. لا زال الطالبات متقدمات، ننتظر الطلاب. أيضاً في المركز السادس فازت الطالبة ليان أحمد القرافي. ولا زلنا في المركز السادس أيضاً فاز به الطالب أديب بن سالم الشهري.
وأيضا في المركز السادس فاز الطالب فيصل عبد الإله السياري. أيضا في المركز السادس فاز به الطالب فيصل بدر حلواني. وفي المركز السادس أيضا فاز الطالب صالح عبد العزيز العنقري. ولا زلنا في المركز السادس الطالب وليد ممدوح القثامي. وأيضاً في المركز السادس فاز الطالب خالد بن هشام الحصين.